بجد صح؟ ولادك ما شاء الله زي القبر. يا سلام فرحان قوي بتضحك. الواد الصغير جاي يقول لي معجب بصوتك. بيفهم. اهلك اهلك. حاج بيومي الف مبروك. الله يبارك فيك يا سامي. ان شاء الله بتشوف ولادهم يا رب. استاذ سامي صديقي مدام سوني. اهلا وسهلا. اهلا يا عمر. اهلا يا استاذ عمر. فرصه سعيده. استاذ ميرسي. انا اسعد. انا اسعد. ميرسي انا اسعد. طب عن اذنكم هروح اسلم على العرس. تفضلي. وانا بدي اروح اجيب اشرب شيء لاني حاموت من العطش. طب شو يا حاج؟ شو وين كنت مخبينا سونيا؟ مخبيني بس انت مش ناوي تعقل. يعني اعقل يا حاج بيومي بعد شو صار لما اشوفه؟ يا حبيبي انا بدي اعقل ولا ايه؟ يا منى ناوي تسلم عليها ولا لا؟ لا طبعا بسلم عليها طبعا اكيد انا ماني زعلان. مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. ان شاء الله عقبال لكل الشباب. ألف مبروك. الله يبارك. هاي سامي. طمنيني كيف الاستوديو؟ بجنن. ثانك يو. تحبي خلينا نهني العروسين. بالنادات الصحفية ندوة وسونيا أصحابي. تشرفت. أهلا سونيا. اسم حلو. ميرسي أوي أوي. على فكرة أنا بتابع مقالك الأسبوع بينزل من الأسبوع. شكرا. بدي بارك لأحلى عروس بلندن. ألف ألف مبروك لك. هذا مبروك. شكرا انك جيت. تفضل يا سعد. انا حضرت رقصه بمناسبه زواج ادم ونوال.
يعني بترقص بالشكل ده؟ من أول مبارح بس. أول مبارح؟ مستحيل. وكمان بترقص لي بالعصاية؟ والله يا مشامة هي جت معايا كده، بس إيه رأيك؟ أمر يا ولد. على فكرة حاجة أنا عايز أقول لك حاجة مهمة. قول يا عم. أنا عايز أنزل أهو. مبروك يا احلى عروسه سوني. ميرسي قوي يا سوني اني جيت الحفل. انا اللي ميرسي قوي على اصرارك ان انا احضر الحفل. طبعا كان لازم اصر. انت ما تعرفيش وجودي كان مهم قد ايه، مش كده برضو يا ادم؟ عفوا. مرحبا. اهلا بيك. كيف صحتك؟ الحمد لله. هلا قبل شوي كنت عم اقول انا وائل انه ما دام الست سوني موجوده معنا اليوم فمعناتها فرحتنا رح تكون كبيره. متشكره قوي على الكلام الجميل ده. انا بقى اول ما بصيت عليكم دلوقتي افتكرت اول مره شفتكم فيها بونس. قلت الاثنين دول لاقين لبعض موت. على فكره الكلام ده انا قلته لحد بعيد. انا كمان حبيتك قوي اول ما شفتك. بجد انا مبسوطه قوي اني جيت الحفل. انا المبسوطه. وعلى فكره بقى انا عايزاكم تحطوا ايديكم في ايد بعض. عايزاكم تبقوا انجح كابل في لندن كلها ان شاء الله. انتوا بتمثلوا جيل جديد اللي هيكمل مشوار العرب في لندن. انتوا الفيوتشر المستقبل. مبروك وهسيبكم لبعض. الله يبارك فيك. مبروك. شكرا شكرا شكرا. انت كتير شيك اليوم. سبقتيني بالكومبليمنت. انت بعد اليوم قمه الشياكه والاناقه والحلاوه. الرقصه اللي رقصتي جننت العالم. طمنيني شو اخبارك؟ على فكره انا قاري جيد لكل مقالاتك. صحيح. طبعا برناديت انا كثير فخور فيك. وانا كمان سعد. حياتي مش رح انسى انه انت ساعدتني انه لي حالي. انا ساعدتك شلون؟ الوقت اللي مرق وانا ناطره قرارك خليني اقعد مع حالي وفكر كثير. قررت انه اكون انسانه مستقله واعتمد على حالي. طيب شو مشاريعك المستقبليه؟ ناوية طولين يعني في قرارك؟ ابتعادك عن الناس وعزلتك؟ أنا بسميه استقلالي. يمكن إيه ويمكن لا. برناديت أنا سعد أرجوك خلينا ما نرجع لورا. خلينا نجرب نكون أصدقاء. اهلا سامي. مرحبا. اهلا بيك. مبروك. الله يبارك فيك. انا كثير انبسطت لما عرفت انك ابو الآلة. الله يبارك فيك. طمني ان شاء الله انحليت مشكله الجيل الاول والثاني. تبقى عقل. طبعا عندك الحق. انا الحمد لله شايف انجاز كبير يتحقق. وانا دائما عندي امل في الشباب وفي الجيل الجديد، لان الجيل الجديد هو اللي غادي يصحح اخطاء الجيل اللي سبق. صح صح تمام تمام صح. فكرتيني شنو خبرك؟ صاحبنا ايدي صاحب صلب ايدي مريت عليه ولا شفتوش؟ ايدي يعني بده يكون عم بيجهز الكوكتيل تبعه اكيد وين بيروح؟ يا رب ينطقوا من هذا الكوكتيل. تعرف يا سامي انا هذه ايدي انا انسان عظيم ودي اني اتعرف عليه اكثر ان شاء الله. المفروض سلام. مرحبا. ألف مبروك مرة ثانية. مع السلامة.
مبروك. الله يبارك فيك. ممكن بقى عريس أرقص مع مراتك؟ والله هي أختك، يعني بدك تاخد إذن إذا بدك ترقص معها. يا سلام، ممكن وتفضل. هو أنا ماليش رأي في الموضوع ده ولا إيه؟ والله بقى اللي يحكم في الموضوع ده دلوقتي آدم. لا طبعا، من اليوم ورايح مع ذلك رأي ابنك. لا والله، من إمتى الكلام ده يا ولد؟ من أول امبارح. مظبوط يا هشام؟ بقى كده؟ طب أنا هرقص معاه الصبح وخليك عليه. شايفك مستمتع برقص نوال مع هشام. تعرف انا مالي اللي مصدق انه مشوف الثاني بدي، هلا هذا اخوه ولا هذا واحد؟ هذا هشام الحقيقي، هشام مفضل الغبار واكتشف ذاته. شو عمر؟ انا ما عملت اي شيء، انا ساعدته على اكتشاف ذاته. بس انا شفتك انت عم تسحب من ميدو وميروس. يا ادم انا فقط دفعت دفع صغير وانسجم مع نفسه وطلع الكبت اللي بالداخل ديالي ورجع طبيعته. شوف رجعت لطبيعته. عجبتك رأس برنادات؟ ايه احب. سامي ليش ما سألتني ليش لهلأ لابس الخاتة؟ انا ما سألتك لانه بعرف ليش. بدك تتأكدي من شعوري تجاهك، والمفروض انت تعرف. لا ما بعرف منى. والارتباط شيء ثاني. صدقيني انا بعزك. شو؟ بعزك بقلبي، صدقيني. بتعزني؟ ايه. خلينا don't touch me please. لا خلينا اصدقاء. خلينا اصدقاء. تعال هون انا عم بحكي معك. شو اصدقاء؟ شو بتعزني؟ شو هالحكي عم بتقوله؟ انا قررت انه ما اتزوج. هنا خلص، هذا قرار أخذته، أنا ما بتراجع. كنت عم تضحك علي كل هذا الوقت يعني؟ برافو. أنا بدي مسأل عليك، ما عم بحكي معك. أنت بتعرفي منيح، بتعرفي إنه أنا بحبك وكنت بدي أرتبط فيكي. مظبوط ولا لا؟ ما بعرف شيء. انت عم تعمل هيك عشان دادي رفضك في الاول صح؟ يمكن يمكن بالاول ليه؟ بس هلا ابوك ما عاد له علاقه. المشكله فيكي انت، انت كنتي لازم تاخذي قرار، القرار انك تبني معي انا ببيتي. مش قادره، وحياه الله ما قادر ارد عليك. حرام عليك.
أول مرة أشوفك يا سيشن. أنت أنا ما زيد علي عشان لنزل وفصابي مشكلتها أنه قرار بده اياك انك تكوني صديقته لانه الصداقه هي كلمه بنستعملها لنهرب من اخطائنا. تخيلي انه كل النسوان وكل الرجال على الارض يكونوا اصدقاء. ننقرض. You're gonna be fine. I hope so. You will. منى انا بعرفك. هو عارف شو عم يعمل فيي ولا لا؟ Do you mind? I like my beer. You? I'm new. I took over from Eddie. He passed away 2 days ago. You must be Sammy. He talked a lot about you. He asked me to tell you to remember him every time you go to the park. هون الانجليز مثل ما قلت لك بسموني ايدي. اشتقت لك وما قلت لي شو اسمك؟ اشتقت سامي. انا سامي احلى لك وقت ما عرفت مستحيل. ان شاء الله بصير عندي مناعه وعيدك. I'm sorry. Excuse me.
He left you these two items. He wanted you to have them. To remember. Forever. I'm really sorry. في اسم ملك ايدي مالو ايدي ما بيه في حياتك حياتك بقى يا عمش تعال نقعد نشرب حاجة خلينا نطلع لبرا حاسس حالي مخنوق أيمن خلي بالك من القهوة ليك حق ليك حق تزعل على بيتي ما بعرف إذا كان هو الحقيقة ونحن الخيال يا حاج بيه أقول لك على حاجة كتير بفكر في أحوالنا هنا بحس إن إحنا كلنا هوملس سيبك من البيوت والعربيات اللي إحنا بنمتلكها كل دواه المفروض يكون في رابطة تدافع عن العرب اللي عايشين بلندن هوملس عرب بيموتوا بالشوارع ما حدا بيسأل فيهم بس في حدود علمي إن ده موجود أساسات كلها على الفاضي ما لها أي تأثير مجموعة من رجال الأعمال الأغنياء عاملينها خدمة لمصالحهم الشخصية ما لها أي تأثير على الرأي البريطاني نهائيا ليك حق بدليل ان مفيش محطة او جريدة بتتبنى او تدافع عن حقوق العرب والمسلمين عندهم فلوس فلوس متلتلة كلها بالبنوك
بص اما اقول لك على حاجه، العرب ما بيعرفوش اولوياتهم، عندهم قدرات وامكانيات كبيره لكن ما بيعرفوش يوظفوها لخدمه قضاياهم، على عكس اليهود بيقدروا يوظفوا كل امكانياتهم وقدراتهم لخدمه قضاياهم. مين عارف، يمكن الجيل الجديد يقدر يحقق اللي احنا ما قدرناش نحققه. قاتل مستقبل قاتل. انا هيك شايف للاسف. احكيلي، انت مبسوط لزواج نوال من ادم والامور كلها تمام؟ الحمد لله. خبيش عليك، لما جيرمي جه واتكلم معايا حسيت ان هو حملني هم ومسؤوليه اكبر من مسؤوليه ان انا ارفض او اوافق على الجواز. مسؤوليه جيل بحاله اتولد هنا، جذوره عربيه لكن جنسيته انجليزي، عنده مشكله في الهويه. حسيت ان نوال وادم ممكن يبقوا قدوه لاولاد كتير شبههم. هو صح، لازم الواحد يغير طريقه تفكيره ولازم يتماشى مع الواقع، بس بشرط ان احنا نحافظ على مبادئنا. مبادئنا. والله كل شيء صار يضحك، كله تفصيل يا حاج بيومي، والله العظيم كله تفصيل. مبادئ تفصيل، حرية تفصيل، ديمقراطية لناس وناس حسب الجنسية. بقول لك ايه، سيبك من كل ده، انا عايز اعرف انت ليه ومنى ما كملتوش، ليه فشلتوا؟ انت عمرك ما قلت لي على الحكاية دي. بتتذكر لما حكيت لك هون بالحديقة هون هذا المكان بيشهد، لما قلت لك انه انا هرتبط مع منى انت تفاجأت. اوكي، بس انا قلت لك ان البنت كويسة وقلت لك ان انت تركيبة وهي تركيبة تانية، بس انت كنت مصر وحابب تكمل. حتى انا الواحد يصدق انه هو حابب وبيرقد ورا مشاعر واحاسيس بس بيطلع كله كذب كله سراب. صدق في دي عندك حق. عندك حق. شو اخبار سونيا؟ سونيا؟ لا 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 لا، ما تخليش تفكيرك يروح لبعيد، الست دي محترمة. طبعا محترمة، أنا قلت غير إنه هي محترمة، بس هي الحقيقة أنا لاحظت إنه بتكن لك مودة هيك، يعني مودة خاصة كثير. في مالك؟ ما تخليش دماغك تروح لبعيد. أنا بتمنى لك السعادة دائما والله، وتكون مبسوط على طول يا حش، صدقني من قلبي والله العظيم. شو؟ عم تسرح كثير شايفك. فيك، في ولادي، وفي لندن، وفي أحوالنا، يعني ما أنا غير نسرح شايف لك، رح نسرح كثير بلندن. لك جون صار له فترة ما بين، جون هذا بالعادة كل مرة بنط بجيب لنا رسالة. صحيح ما قلتليش، يا أخبار ما في شو مفيد كلب بس لطيف.
مثل ما بنروح.